المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي الكرام، صلوا على النبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديونا جديد على قناة دروس إكرام التعليمية. في فيديونا لليوم سألبي رغبة أحد المتتبعات التي طلبت مني وضعيات إدماجية في مادة الرياضيات للسنة الثالثة ابتدائي، يعني نحن ندرس السنة الرابعة متوسط، لكن لبيت طلبها لأنها متتبعة قديمة عندي ويجب أن لا نرفض الطلب، يعني المتتبعات. فإذا كنتم جدد على القناة لا تنسوا الاشتراك بها وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كامل الإشعارات على وجود فيديوهات جديدة على القناة، وأعطوا الفيديو تاعنا لايك. إذن ونبدأ على بركة الله بهذا الفيديو. وقبل ما ننسى، إذا كنتوا باغيين يعني وضعيات إدماجية للسنة الرابعة متوسط في مادة الرياضيات وضعيات مركبة بسؤال واحد، فبالطبع راح نلبي رغبكم وراح ندير لكم هذه الوضعيات. خليوا لي فقط تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو ولنبدأ على بركة الله بالفيديو. في هذا الفيديو راح نتعرف المنهجية، كيفاش راح نحل أنا وضعية إدماجية. نفترضوا زعما راني خاطب دوكا في التلاميذ، نفترضوا أنه كنت في امتحان جاتك وضعية مشابهة لهذا، ما قلناش هكذا هذه، ولكن جاتك وضعية مشابهة. ملكي جاتك هذه الوضعية، ما عرفتش كيف تبدأ، وش هي البداية، كيف راح نبدأ أنا. ما راحش نهضر لكم بالفصحى العربية لخاطر أغلبيتكم ما كومش حيت تفهموني، فراح نهضر لكم بالعامية تاعنا، راح نفهمكم بطريقة مبسطة. خلاص خلاص خلاص. إذا جاتك، نفترضوا أنه جاتك وضعية كما هذه، ما عرفتش، جاوك أسئلة حساب المبلغ الذي جمعه كلهم، حساب ثمن المشتريات، حساب كم بقي الباقي، حساب كذا، وانت توترت وما عرفت والو. عندي الحل، اذا راح نفهمك طريقه بسيطه ومنهجيه ولا اروع منها، راح تحل بها جميع الوضعيات بسهوله وببساطه. كما على بالكم يعني السنه الثالثه ابتدائي ماشي واعره، يعني انا اللي جاتني واعره هي الرابعه ابتدائي، لكن مع البروغرام هذا الزائد وكامل راح تكون لكم واعره. لكن ان شاء الله نبسطها بطريقه سهله. خلاص راح نبدا نقرا الوضعيه بدون اطاله. جمع يحيى مبلغ قدره 264 دينار، وجمعت ليلى ضيفه مبلغ يحيى، جمع مثلا نفترضوا انه جمع 26000 و 400 فرنك، وجمعت ليلى الضعف تاعو، يعني الضعف واش نقصد بالضعف، راهو كلش رموز رياضيات، رموز، كلمه تعطي لك السر، كلمه تضيعك، يعني خذ بالك. الضعف معناتها حاجه مضروبه في اثنين. النصف، هنا قلنا النصف ما تفهموهاش، يعني النصف مقسومه على اثنين، نص تاعها زعما احنا عندنا 26 نفر، نفترضوا انه النص تاعها هو نقولوا 13 نف و 200 فرنك. اما الضعف في اثنين، ماشي نص تاعها. اشتريا لامهما بمناسبه عيد ميلادها قاروره عطر ب 500 دينار وزهور ب 200 دينار، احسب المبلغ الذي تملكه ليلى. هنا أغلبيتكم يعني تروحوا تجمعوا هذا مع هذا، تنقصوه من هذا، تلقاو المبلغ. خلاص هذا هو، خلاص أنا لقيت تاع مجمع تاع ليلى وخلاص، وأنا كامل حليتها. راك غلط من الأول، راك غلط، ويعني بعدها تنحي لكم النقاط. لا، وش احنا ندير لكم أنا؟
ديجا الرياضيات قلنا من قبل رموز وهدرنا اكدنا على الضعف هذه. حاول فقط اقرا الوضعيه كامله، احسب المبلغ الذي جمعه الطفلان معا، احسب ثمن المشتريات، احسب كم بقي عندهما، كم بقي عندهما. تكي تروح دير كدير هذيك العمليه، ما راح يبقى عندهم والو، راح يبقى عندهم صفر. هو قال لك احسب كم بقي عندهما، اسمه ما هوش يحوس على هذه الطريقه، اسمه يحوس على طريقه خلاف. طريقه الخلاف اللي راح تلقاها هي ضعف مبلغ يحيى، جمعت ليلى ضعف مبلغ يحيى، معناتها مبلغ هذا مضروب في 2، مضروب في 2. راح نديروا الطريقه بكل سهوله، راح نجيب 264 نضربها في 2 تعطيني 528. درج ما تنساوش الوحدات باسكو ينحيو عليهم. اذا هنا عندي 528 اسمها ليلى، هذا هو المبلغ اللي جمعته، هذا هو المبلغ. اذا حسبنا مبلغ ليلى، لقينا بلي عندها 528. قال لك احسب المبلغ الذي جمعه الطفلان معا. كيفاش راح نحسب؟ راح نهز هذا تاع يحيى وراح نهز تاع ليلى، تاع ليلى تاع يحيى، هذا هما الطفلان اللي عندنا، عندنا زوج، ها عندنا زوج. اذا راح نجمعوهم مع بعض، راح نجمعوا المبلغين مع بعض. 528 نزيد لها 264 تعطيني المساوات. اذا دائما نلتزموا بالعمليات العموديه والافقيه، يعني 528 هنا 64 زيدو هنا، نسيت فقط ما درتهاش، مي راح نعاودها هنا في 2، 2 في 4 تعطيني 8، 2 في 6 12 وهنا يطلع الواحد، 2 في 2 4، 4 ونزيد لها الواحد تولي لي 5. هنا عندي العملية تاعي، ندير 8 والربعة، نزيد 8 للربعة تعطيني 12، نطلع الواحد. هنا عندي 2 و 6، 6 7 8، هنا 6 7 8 9، 9 5 و 2 7. اذا بكل بساطة اسم المبلغ هنايا 792 دينار جزائري. اذا هذا هو المبلغ اللي عندهم، جمعوا من الحصالة تاعهم هذا هو المبلغ، جمعوا 792 دينار جزائري. اذا قال لك احسب ثمن المشتريات، هنا باه قدرنا نحسبوا ثمن. اذا واش راح ندير انا؟ راح نجيب تاع العطر، العطر هاي العطر، ونزيد لها نجمعها مع تاع الزهر، مع الزهور. شحال الزهور؟ 200 دينار زهرة، والعطر ب 500 دينار. اسمع على بالنا بلي نجمعوهم مع بعض، شرا بابا مثلا خبزة، وشرا وشرا سباغيتي، ولا شرا مقارونة، ولا هكا. هذاك المبلغ تاع الخبز نزيدو المبلغ تاع سباغيتي ولا تاع المقارونة، نلقى العدد الإجمالي، نلقى العدد الإجمالي اللي صرفو بابا والله اللي شرابي. إذا هنا ثانيك راح نجمعو العطر مع الميتي مع تاع الزهرة، 500 نزيد لها 200 بكل سهولة، يعني نديرو العملية العمودية، صفر صفر صفر. إذا راح تخرج لي 700 دينار جزائري. هنا دوكا هذه تكلفة كيفاش نسموها، تكلفة المشتريات. قال لك احسب كم بقي، احسب كم بقي، يعني ابوك دفع 700000، 70 مثلا، 70 792 دفع 792، وعندو المشتريات هذوك شراهم ب 700، شحال تبقى له؟ بيوسف لازم نقصوا الباقي، الباقي دائما كي يقول لك احسب الباقي استعمل النقص. اذا نديروا العمليه العموديه باش ما تكونوش عندنا
اذا 700 عفوا 92، اذا تبقى لي تساوي لي 92 دينار جزائري، هذا هو الباقي. الباقي وهكذا كنا جاوبنا على الأسئلة كامل مطروحة في هذا في هذه الوضعية المركبة السهلة خلاص والبسيطة. نمر دوكا للوضعية الثانية. دوكا نشوف الوضعية الثانية 2، شركة بناء صهريج ماء، في شركة بناء عندها صهريج تاع ماء فيه 1200 لتر. 1200 لتر نحاول اني نمثل لكم بالرسم. هنايا عندي الصهريج فيه 1200 استهلكت منه في اليوم الاول 270، استهلكنا هذا هذا استهلكناه. في اليوم الثاني استهلكت 300 لتر هنايا، هذا في اليوم الثاني. وفي اليوم الثالث استهلكت 650 لتر هذا في اليوم الثالث. كم لترا استهلكت الشركة من ماء؟ كم لترا بقي في الصهريج؟ كم لتر استهلكت الشركة وكم لتر بقي في الصهريج؟ كم استهلكت زائد دائما؟ كم استهلكت زائد وكم لترا بقي في الصهريج ناقص؟ إذا نحن استعملوا زوج عمليات، زائد والناقص، زائد والناقص. إذا نجمعوا 270 نزيدوا لها 300 نزيدوا لها 350 نلقاوها. اذا هنا نديروا العمليه العموديه لخطر اجباريه 800 غير حتى تطلعوا الصيام باه تولي عندكم العمليه ما كانش. اذا هنا نديروا 0 7 و 5 تعطيني 12 هنا 2 و 3 و 3 هذو 6 920. اذا نستهلكوا 920 لتر. اذا تم استهلاك 720 لتر من الماء وهو عندنا 1200 لتر. اذا كم لتر بقي في الصهريج؟ قلنا ناقص، نقص الكبير خلاص اللي كان عندنا من قبل من اللي حسبناه دوكا. ما نروحوش نهزو عدد من اي هذول نروحو نقصوهم، خاطر راح تتحسب لكم النتيجه مرفوضه. يسمى راح نروحو نقصوه من النتيجه من النتيجه الاولى. راح نديرو 2000 نقصوها من 920 0 استلف 10 نقصوها من 8 نرجع تولي لي 10 هنا 12 نقصوها من 10 تقعد لي 2 نهبط صفر. اذا عندي 280 لتر. لقينا باللي بقي في الصهريج 280 لتر. حلينا الوضعية بكل سهولة. سمنتم وش عندكم تفهموا الرموز، استهلك زائد باقية، كم لتر باقية ناقص، والله كم الباقي ناقص، كم باقية ناقص، احسب ثمن المشتريات زائد احسب المبلغ الذي جمعه الطفلان زائد جمعه ثاني وشوى كاين بزاف يعني امور. ضعف في 2 النصف نقسم على 2 يعني لازم تفهموا هذا الرموز. نمر دوكا للوضعية الثالثة. الوضعية الثالثة مكونة من زوج اجزاء، انا مداري لكم 1 و2. عندي في جيب محمد 4 قطع من فئة 100 دينار 10000، عنده 10000 ربعة 10000 وعنده فئة 100 دينار وثلاثة قطع من فئة 10 دينار. نوريها لكم هكذا. إذا عندي هنا 4 قطع كلها من فئة 10000، يعني عنده 10000 20000 30000 40000 وعنده 3 قطع من فئة 1000 10 يعني عنده 3000. كي نجيو نحسبوها دوكا بالدرجة تاعنا عنده 3000 وعنده 40000 وعنده دنانير وقطعة من فئة 5 دنانير 500، عنده 500 برك. ما هو المبلغ الذي يملكه محمد؟
عندي ثلاث قطع وعندي ربع قطعة وعندي واحدة برك تاع خمسة. وش راح نديرو؟ أول حاجة تخطر على تلمي نجمع هذه ونجمع هذه ونجمع هذه وخلاص فريتها يعني خلاص عرفت عرفت. وهذا ثم تروح أنت تجمع مية كنت ندني نقول الصح تجمع هذه واحدة تجمع هذه واحدة تجمع هذه واحدة وخلاص. وهذا ننساوهم تتحسب العملية خاطئة. لازم قبل أي شيء كي يعطي لك هكذا وضعية بهذا الشكل عندي ربعة من هادو وعندي ثلاث اللي ما يفهمش يديرهم بالرسم هك ارسمها لا لوجيك راح تجمع هذه وهذه وهذه وراهم هادو سواء لازم تجمعهم اكل وش راح نولي ونديرو في راسنا نديرو في راسنا باللي كاين ضرب يسمى كي نلقاو عندنا مثلا عندنا في جيب مثلا مش غير في جيب نقولوا مثلا عند بائع الحلويات أربعة قطع من حلوى كذا وعنده أربعة قطع من والله عنده أربعة قطع من مئة دنانير وعنده خمسة قطع من عشرين وعنده ستة قطع من فئة كذا. لازم كي نلقاو هاد الأطروحة أو هاد المشكلة لازم نديرو في راسنا دائما باللي كاين باللي كاين. قال لك ما هو المبلغ الذي يملكه محمد؟ اذا لازم نحسب قلنا ما هو المبلغ الذي يملكه محمد نحسبه هادو نضربها الاولى ربعة نضربها في في 100 وش راح تعطيني 400 اذا عندي 400 دينار. وعندنا ثلاث قطع من فئة 10 تعطيني 30 نديروا العملية لازم في 10 وعندي اسمحوا لي وعندي ثاني كوش قلنا وعندي خمسة برك هذه مالنا ما نجمعوهاش دينا. قال لك شحال المبلغ الذي يملكه؟ اسمع 400 نزيد لها 30 نزيد لها 5 نزيدو غير المجاميع واش تعطيني؟ هنا بيانسو نديرو العملية العملية 30 نزيد لها 5 صفر صفر خمسة خمسة صفر ثلاثة إذن 435 دينار جزائري يملك محمد 435 دينار جزائري معناتها عنده 40,500. نروح دوكا للجزء الثاني. دفعت فاطمة لصاحب المكتبة الورقية ورقة من فئة 100,000 دينار يعني 100,000 عطات له 100,000 مقابل شراء كتاب ب 180 دينار مقابل تشري كتاب تاع 18,000 وكراس ب 40 دينار 4,000 وسيالات ب 6,000 دينار. كم ارجع لها صاحب المكتبة؟ اول هنا راهو يحوس على الباقي باقي ما تروحش تنقص كلش من بعضه وتروح دير العملية طول. هنا عندها سؤال مخفي كما زعما الكاتريام عندنا وضعية بسؤال مخفي هذه ثاني فيها سؤال مخفي راح لازم قبل ما قبل ما يقول لك هكذا لازم يقول لك كما الوضعية الأولى احسب ثمن المشتريات وبعدها باه يقول لك احسب كم بقي عنده يعني لازم نحسب الثمن تاع المشترية هذه وتاع الاخر هذه وتاع هذه وتاع هذه نجمعوهم كامل نلقاو الوسمو وبعدها باه نطرحوهم من هذا المبلغ بمعنى راح نجمع 180 نزيد لها 40 نزيد لها 60 تعطيني 180 نديرو لها 40 نديرو لها 60 نزيدو نزيدو هنا صفر هنا 8 ولا 12 و 6 18 نطلعو الواحد هنا 2 يسمى عندي 280 دينار جزائري هذا. من بعدها واش نروحو 28,000 شغل راح دارت 28,000 نقصو 100,000 اللي عطاها لها باباها من 280 اللي شرات بيهم الحوايج نتاعها صفر نستلفو 2 نرجعو 10
نستالفو 3 × 10 × 3 تعطيني 7 نرجعو الصفر، يعني راح يرجع لها 72000، راح يمد لها 72000. اذا هذه هي الوضعية السهلة ماهلة، والله السهلة ولا اسهل. كيجيكم النوع عفوا كيجيكم من سمحوا لي برك، كيجيكم هذا النوع من هاد التمارين ويقول لكم احسبوا لي قداه بقى ولا قداه يرجع لها، والله هذيك لازم تحسب الثمن الاول قبل وباه تروح تحسب الاخرى وباه تروح تحسب الاخرى. لا حول ولا قوه الا بالله. سما ما تروحش تنقص نقص 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 الكل وبعدها ما تلقى والو، لازم تدير كما قلت لكم سابقا. نمروا دوكا الوضعيه الثالثه والاخيره، الوضعية الإدماجية الرابعة. اشترى شخص تلفازا ثم باعه بزوج ملايين وستمية وخمسين دينار فربح 210000 دينار، 2100. بكم اشترى التلفاز؟ راح نبدأ أولا قداش اشترى. اشترى شخص تلفاز بزوج ملايين وستمية وخمسين ألف وربح 210000، بكم اشترى التلفاز؟ هنا كنقولوا ربح، كنقولوا ربح يعني ناقص، يعني راح تخطر على بالكم الناقص. وش راح نديروا؟ راح نديروا زوج ملايين 500 باه نعرفوا الاول، باسكو قال لك ربح 210000، سما لازم نقصوا نقصوه من 210000 دينار. وش راح نلقاو؟ راح نديروا لازم العمليه هكذا هكذا هكذا، 0 0 ربعة ربعة يسمى شراه بزوج ملايين وربعمية وربعين ربح، وهو باعه بزوج ملايين وستمية وخمسين ربح 210000. باع يزيد آلة خياطة ب 8745 معنتها 874500 دينار فخسر 624 دينار. بكم اشترى الآلة؟ كي نقولوا خسر معنتها زائد، كي نقولوا خسر معنتها زائد، كي نقولوا رابحة معنتها ناقص، كي نقولوا خسر معنتها زائد. إذا راح نديرو ثمانمية وخمسة وربعين نزيدو لها 624، راح نديرو لها العملية 5 و4 9 4 و 2 6 7 و 6 7 و 6 13 8 و 1 9، يعني شراها ب 936.9 سنتيم هذوك الاخرى، وباعها بقريب 937.9 وباعها غير ب 874.500، معناتها خسر 62.5 و400 في هذا الآلة تاع الخياطة. شكرا جزيلا لكم على حسن ما تنسونيش باللايك شير سبسكرايب ودعوة الخير يا ربي. نشكركم جزيل الشكر، ابقوا على خير ومع السلامة، باي.